السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير يا ما شاء الله. باذن الله غادي نعلمكم كيفاش نشئوا قناه او لا حساب على حسب الاختيار ديالكم. ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس كي يصل لكم كل جديد، وديروا لي جيم كومونتير. شكرا بزاف على تعليقاتكم الرائعه، وخليكم معايا نمشيو ان شاء الله باذن الله نوريكم مرحله بمرحله. اول شيء كندخلوا اليوتيوب كيف ما كتشوفوا، كنلقاو تبديل الحساب. اوكي، كنبدلوا الحساب وكندخلوا بحال هكا، كنكتبوا الكود ديالنا، كنبركوا على ديك العلامه الزائد وكنكتبوا الكود ديالنا. خليكم معايا غادي نوريكم الطريقه خطوه بخطوه ان شاء الله باذن الله. ونتمنى انه ينال اعجابكم هذا الفيديو هذا وتستفدوا منه، وشكرا بزاف على تعليقاتكم الرائعه. سمحوا لي بزاف الكونيكسيون عندي كتلف لهذا السبب. هانتوما ندير لنفسي حساب، ندير لنفسي طبعا الحال غتعطيني هاد الصفحه هادي. غادي ندير لنفسي حساب لنفسي، هانتوما لنفسي، غنكتب الاسم وضروري نكتب حدا اسم اخر يعني تعرف به، ونكتب العنوان ديالي، اسم العائلي ديالي او لا يعني اللي باغ على حساب القناه اللي بغات تصيبي انتي، يعني صيبي انتي دابا شنو ما بغيتي يعني في الاسم، حيت من بعد غنوريكم كيفاش غتبدليه. انا تبدل هاد القناه هادي، تبدل الاسم ديال هاد القناه عفوا. كنكتبوا لا دات دو ليسونس، العام اللي زاديتي فيه، الشهر ونهار يعني طبيعه الحال. انت غتختبي على حسب لاكارت ديالك الا كنتي غتصيبي قناه. انا بالنسبه ليا كتبت غلط يعني كله مخربط بصراحه. المهم كتكتبي كذلك كتوك الايميل كتختاري منه، كتكتبي الكود يعني على حسب اختيارك نتيا. الا كنتي غتصيبي قناه ما تنسيش بانك تصيبيها بالكود الحقيقي يعني بحال هكا. ادري التالي كذلك كتبلك على الايقونه ديال التالي، غادي تصيفطك الرقم، غادي تكتبي الرقم ديالك غتلقاي بحال هكا. بالنسبه لهذا موافق، اوكي هادي موافقه انك يعني موافقه تدخلي هاد تدخلي هاد القناه هادي عندك طبعاً الحال القناه ديالك. كتكتبي خدمه جوجل، اوكي كتبقى دوري يعني داك جوجل طبعاً الحال بان روشيرش كتقلب لك عليها، كتلقى لك كتلقاي هاد الاسم هذا، كتلقاي اسم اللي كتبتيه طبعاً الحال. دابا غنوريك كيفاش تبدلي الاسم. اول حساب عندنا ممكن كتشاركي مع اي واحد. اول شيء كنديري الا كنتي باغا تنشئ القناه، غنوريكم كيفاش تنشئ القناه، انشاء قناه بالنسبه للتحديثات ديال 2021 بحال هكا. المهم انشاء قناه، ها نتوما كنمشي نشوف التاريخ، وقت التاريخ ضروري تشوفي التاريخ ديال الانضمام ديالك ضروري، يعني ما تنسيش هذا الوقت هذا، يعني اغلبيه الناس كيغلطوا فيه. علاش؟ لانهم كيديروا تاريخهم ديال 2019 2020 وهو خصك عام بحال تكمل الشروط ديال اليويو ديال اليوتيوب طبعا الحال. يعني نردوا البال هذا الوقت هذا، كنكتبوا كنرجعوا نبدلوا الكود كيف ما شفتوا، كنمشي لقناتي وكنبدل الكود كيف ما بغيت، اسم اللي بغيت انا. انتما ندير يومياتي، غنكتب يومياتي، غنحولها عربيه ديزولي، غنحولها للغة العربية، اللغة إلى لغتي العربية طبعا الحال. ونكتب وبس يعني العنوان اللي باغي تدير في القناة ديالك الأصلي هو هذا. ونوريكم كيفاش ندير التصويرة كذلك، ندير موافق، هاو غيطلع ليا هانتوما كيف ما شفتو تبدل ليا الاسم. دابا غنبدل الصورة، اختيار من الأرشيف طبعا الحال الصورة. هانتوما كيف ما شفتو، نتمنى هاد الفيديو يتلاقاكم باحسن ما الصحه وينال اعجابكم يا ربي. عندي التصويره ديالنا، التصويره الاختياريه ديالنا، صافي كنختاروا الصوره. ما غاديش تظهر معكم في اللقطه الاولى، انما غادي تخرجوا من الحساب ديالكم وتكتبوا تشوفوا اليوتيوب يعني نشوفوا هادشي واش صحيح ولا لا، نزيدو نتاكدوا. هانتوما كيف ما كتشوفوا ما طلعتش، ولكن غنمشيو للقناه ديالنا الاصليه، نمشيو نبركوا على القناه قناتك، وغادي تشوف بانه تعدل بحال هكا. نتمنى انه ينال اعجابكم، ما تنساوش ديروا لي جيم كومونتير وتابوناو عندي في لاشين.